يعني نحن كوابد وعندنا شهادة، يعني عمرنا نحن بعض، نحن داخلين المستشفى يعني أكثر من 15 سنة. إدارة أول لا احترامي للبعض، ما بذكرش أسماء، كانوا يطلعوا ينزلوا على الفاضي. يعني أجد الآن الإدارة يشتي يشتغلوا صح، بس وضع البلاد إلا كم الراتب بركة. نحن يعني تخيل أني مقبلين 27,000 يعني حتى مش 20 دولار. يعني أني كيف أعاصر الحياة المجلسية؟ يعني تخيل في ناس فاتحين بيوت، تخيل التمريض يعني يطلع نوبات يطلع كده وراتبه ما يتعدى، لأنه عنده دبلوم ما يتعدى 20,000. يعني إذا كان بيفتح بيت تنظر لنا، يعني اعتبرنا أبنادك أبناء أولادك بناتك، ما يقعش. إحنا يعني عايشين بحث يعني بجد مش قادرين نخرج، ما فيش فرص عمل. أولاً أنا مدرك أنا أعطيكم كل الحق وعلى في ظروف صعبة نمر فيها، خاصة قيود موازنة على كل رأي، لكن أردكم أن هذا الموضوع يكون من الأولوية. الشعر النواب هو الكهرباء، أنتم الكهرباء إذا صيف تخرجوا عن الشواء صحيح لا تخرجوا عن الشواء، إذا أنتم بالشتاء اشتخلوا. أنا عندي هذه أولوية الآن، ولعلمك سأقترح عليك أن المستشفى دي قائمة على المتعاقدين الآن كلهم.